ما كانتش على البال ولا على الخاطر. فعلا المجلس ما بقالوش كام شهر، احنا ما صدقنا ان انتخابات المجلس تحصل. طيب انتوا هتعملوا ايه يا جنابك؟ الحزب في اجتماعات مستمره من ساعه حل المجلس. ايوه يعني هتعملوا ايه؟ من المجلس كده كده هيرجع، دي قضيه مفروغ منها. مش هي دي المشكله. المشكله دلوقتي ان الرئاسه لازم تبقى من الجماعه. انتوا مش سبق وقلتوا انكم مش داخلين انتخابات الرئاسه؟ الاوضاع دلوقتي اتغيرت. والرئيس لازم يكون مننا. دي مسألة موتة وحياة بالنسبة لنا مهما كان الثمن.